واش الحزب بدأ يناقش تهيئات ديال المؤتمر ديال 21؟ صحيح أن المؤتمر الوطني التاسع مقرر مبدئيا سنة 2021، فلذلك بدأنا النقاش الأولي في هذا الموضوع، وسنواصل هذا النقاش، وإن شاء الله سوف يعني نتخذ القرار المناسب في إطار مؤسسات الحزب يعني الأمانة العامة والمجلس الوطني، إن شاء الله في الوقت المناسب. إذن مقرر في تاريخه؟ طبعا المؤتمر الوطني الثامن انعقد في دجنبير 2017، 4 سنوات، هي 2021. إذن مبدئيا سيحل الأجل القانوني للمؤتمر الوطني التاسع في دجنبير 2021، بيننا وبين هذا الأجل سنة تقريبا ونيف، ومع ذلك نحن نناقش الآن هذا الموضوع بطريقة يعني أولية وتدريجية إن شاء الله. هناك إشاعات تقول أنكم أو الحزب ديالكم حدد من التمثيلية ديالو باش ما تشملش جميع الدوائر الانتخابية ديال سنة 2021. هي مقالات تروج في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المنابر الصحفية تقول أن تتحدث عن تقليص حزب عدالة والتنمية للمشاركة الانتخابية، وهذه مناسبة متجددة لكي يؤكد رسميا أن موضوع تقليص مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة لم تطرح قط على مستوى المؤسسات، ولم تناقش من قبل في الأمانة العامة، ولم تكن مدرجة في جدول أعمال اجتماعاتها. بطبيعة الحال حزب عدالة والتنمية اليوم يشتغل كما الأحزاب الأخرى في مناقشة تحضيرات الانتخابات المقبلة، ساهمنا بمذكرة في هذا الموضوع ونشارك في المشاورات مع الحكومة، ونحن نواصل نقاشنا بطريقة تراكمية وتحكم نفس القواعد في ذلك. أؤكد مرة أخرى على ما تضمنه بلاغ الأمانة العامة الذي انعقد في يوليوز الماضي، الذي أكد على أن انتخابات مهمة يجب أن تكون مدخلا لتطوير مسار ديمقراطي لبلادنا، وأن تعتمد بلادنا خيارات من أجل عقلنة المشهد السياسي، وأن تكون محطة متجددة في بناء التراكمي لهذه الديمقراطية التي أصبحت اليوم ثابتا دستوريا كاختيار ديمقراطي. نعم، الآن هناك إشاعات تكذب، ولكن واش ربما تكون إمكانية من بعد على عند الحزب هاد بحال ما يقال هاد الخطة اللي ربما يلتجئ لها حاليا؟ لا، ولكن مستقبلا؟ لن أدخل في أرائيت إن كان مدى سيكون. أنا أؤكد مرة أخرى أن هذا الموضوع لم يطرح من قبل مؤسساتيا، ولم يناقش من قبل نهائيا، وحزب عدالة والتنمية يناقش هذا الموضوع في مؤسساته، وسوف نشر بطريقة عادية. صحيح أن الانتخابات المقبلة عندها طبيعة خاصة، انتخابات الجماعية والمهنية والبرلمانية في سنة واحدة مبدئيا، فلها أهمية خاصة، وبالنظر السياق الذي سنخوض فيه هذه الانتخابات كل هذا يعطي هذه الانتخابات أهمية خاصة وخصوصية مميزة. لكن العدالة والتنمية يشتغل بنفس المنهج بنفس الطريقة بطريقة هادئة، ويهيئ كل ما لديه من إمكانات ويعبي كل الوسائل لكي يقوم بمشاركة انتخابية مشرفة متميزة. وطبعا في النهاية هذا الأمر سيخضع للنقاش المؤسساتي، والمؤسسات ستحسم في النهاية.